السابعة بتوقيت العاصمة طرابلس، والبداية مع أبرز الأنباء. في ظل استمرار حصار درنا لأكثر من شهر، ميليشيات الكرامة تواصل إغلاقها معبر كرسى غربي المدينة. بعد رصد تحركات لتنظيم الدولة جنوب سرت، البنيان المرصوص تؤكد تلقي التنظيم دعما داخليا وخارجيا. انقسامات داخل قبيلتي العواقير والعبيدات بين مؤيد لما يعرف بالكرامة ورافض لها. أهلا بكم، والبداية من مدينة درنا، حيث أكد مسؤول الملف الأمني لمدينة درنا العميد يحيى الأسطى عمر أكد استمرار إغلاق معبر كرسى غربي المدينة، مشيرا إلى أن ميليشيات الكرامة لا زالت تمنع دخول الاحتياجات الأساسية للمدينة. وأضاف الأسطى عمر في تصريح خاص للتناصح أن ميليشيات الكرامة اختطفت عددا من المواطنين أثناء خروجهم إلى المدينة أو من المدينة عفوا، موضحا أن أعداد المختطفين من مدينة درنا بلغت أكثر من 130 شخصا. وقال مسؤول الأمن بدرنا إنهم على تواصل مع المنظمات الحقوقية والدولية لمواجهة هذا الحصار، داعيا كل الجهات المسؤولة لفك الحصار عن المدينة. وينضم إلي عبر الهاتف السيد هويدي الكزيري، وهو عضو تجمع أهالي مدينة درنا والناشط المدني. أهلا بك سيد هويدي. أهلا بك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك سيدنا تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد هويدي، لو بدأنا بمسألة إغلاق طريق كرسى مجددا، ما الذي جرى أو ما الذي استجد حتى تغلق هذه الطريق، وما هو الوضع الآن على هذه الطريق؟ نعم سيد هويدي، سيد هويدي، نعم، إلى حين عودة السيد هويدي الكزيري معنا نواصل هذه الأخبار، حيث ننتقل إلى سرت. قال آمر الاستخبارات العسكرية بعملية البنيان المرصوص العميد محمد الجنيدي إن بقايا تنظيم الدولة يتلقون دعما داخليا وخارجيا. الجنيدي أكد في تصريحات للتناصح أن السيارات التي استخدمت في الاستيقافات بمنطقتي 90 و20 بسرت موردة من دولة الإمارات من قبل ميليشيات ما يعرف بالكرامة. وأضاف الجنيدي إلى إن هناك معلومات استخباراتية تفيد بوجود 300 شخص من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في الأودية جنوب سرت وفي الجنوب الليبي، يتحركون بالمنطقة الوسطى بكل حرية وفق قوله. قال الناطق باسم ميليشيات الكرامة أحمد المسماري إن عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة تقوم من حين لآخر بمحاولة دخول المناطق الساحلية بمجموعات صغيرة انطلاقا من المناطق الصحراوية. وأضاف المسماري في تدوينة له على فيسبوك أن تنظيم الدولة قام بخطف المدنيين من سكان المنطقة، مشيرا إلى أن تحركاته تأتي تزامنا مع تحركات سرايا الدفاع عن بنغازي والبنيان المرصوص وفق قوله، مضيفا أن هذه المجموعات قد تمركزت ببعض الأسلحة الثقيلة شرق مدينة سرت على حد زعم المسماري. وبالعودة إلى ملف درنا، ينضم إلينا مرة أخرى السيد هويدي الكزيري عضو تجمع أهالي درنا. سيد كزيري أهلا بك، ونعتذر على انقطاع الاتصال. اهلا بك ولا باس، نعود مجددا في الاتصال ان شاء الله. اهلا بك سيد كزيري. بدايه، مساله اغلاق طريق كرسى، ما الجديد على هذه الطريق؟ هل لا زالت مغلقه؟ وما تاثير هذا الاغلاق على الاهالي في مدينه درنا؟
مرحبا بك وبضيوفك الكرام، ومرحبا بجميع مشاهدينا. نعم. عبر قناتكم قناة التناصح. ليس هناك جديد يذكر وإنما القديم يعاد، دائما يغلق هذا المعبر. ولعل ما أهم المستجدات والمستحدثات هو أنه تم غلق الطريق المؤدي حول اتجاه غرب درنة مرورا بقرية كرسة، تم غلقه تماما وأصبح مغلق وليس هناك أي خروج أو دخول من خلال هذا المكان. نعم، مسألة منع دخول الحاجيات الأساسية خاصة الدقيق الذي أثر على سير العمل في المخابز بالمدينة، وأيضا بعض المواد الأساسية الأخرى، ألا توجد أي بارقة أمل في هذا الموضوع؟ أشكرك على هذا السؤال وجدير بالإجابة ونسلط عليه الضوء بشدة. أولا نريد أن نؤكد لجميع أهلنا في ليبيا سواء كان على المستوى المسؤولين أو حتى على المستوى الاجتماعي أن الدقيق مدينة درنة ومخصصه 5000 كيس لم يتم منعه، بل تم مصادرته مصادرة نهائية، وهو قوت أطفال مدينة درنة، وتم تحويله إلى مدينة البيضاء، والآن جميع مخابز مدينة درنة مغفلة باستثناء من هو عنده استطاعة أو بعض المقدرة على شراء من السوق الموازي بأسعار 10 أضعاف ما يمكن شرائه من القنوات الرسمية، وهو عن طريق صندوق موازنة الأسعار. الآن الحقيقة مأساة حقيقية في الخبز، في الحصول على الخبز، وهي تعتبر من أهم متطلبات الطفل اليومية سواء كان في الصباح أو في المساء، فكلنا ليبيين وكلنا يعلم مدى احتياج الطفل للمال للخبز، فهذه أصبحت مأساة حقيقية نعاني منها من داخل بيوتنا. ماذا عن المحروقات، الوقود، سواء كان وقود السيارات أو المولدات الخاصة بالمستشفيات؟ نعم سيد الفاضل، وأيضا في الخط الموازي واتباعا لا زال الوقود بجميع أنواعه مقفل عن دخول مدينة درنة منذ 16 شهرا تقريبا، ولو أن تفاوتت بعض الفترات من 4 إلى 5 أشهر تدخل بعض الكميات، ولكن في الفترة الأخيرة وهي منذ 6 أشهر لم تدخل أي شاحنة من شاحنات محملة بالوقود بجميع أنواعه، وهنا معضلة حقيقية من أحد المعاضل التي نعاني منها. الوقود حتى وإن وفرنا بعض الكميات سواء كان لشركة الخدمات أو لبعض المستشفيات فإنه سوف ينفذ، سيأتي وقت وإذا استمر هذا الحال أو هذا الوضع المشين فسينفذ وسندخل في حرج من جديد وندخل في تتجدد المشاكل من جديد، وهي نفس المشاكل بكل أسف، نفس المشكلة تتجدد من بين السنة والأخرى. نعم سيد الجزيري، مسألة الوقود أيضا يبدو أن لها تأثيرات أخرى، مسألة انتشار القمامة في شوارع المدينة وعدم مقدرة شركة الخدمات العامة من أداء مهامها. طبعا بكل تأكيد لن تستطيع شركة الخدمات بقيام العمل المناط بها في ظل غياب أهم مادة محركة وهي مادة الوقود، فعندما تغيب هذه المادة فطبعا ستعجز الآليات عن الحركة وتتكدس القمامة، وجراء هذه القمامة هناك كوارث بيئية تحدث الآن وهي انتشار بعض الأمراض مثل التي تصيب العيون، انتشار الانفليميشن اللي هي الالتهابات الخاصة بالعيون. أيضا لا ننسى أن هناك عامل مهم جدا بالإضافة للوقود وهي اسطوانات الغاز، هذه ليست اسطوانات غاز للطهي فقط وإنما هناك هذه الاسطوانات تستعمل في البحوث وتستعمل في المختبرات وتستعمل في التحاليل في المستشفيات أيضا، فغياب هذه الاسطوانات الغاز مؤثر جدا حتى في المجال الطبي وفي التخصصات الطبية أيضا. نعم سيد هويدي الجزيري، عضو تجمع أهالي مدينة درنة والنشط المدني، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. في ذات السياق حول مدينة سرت، قال أمير غرفة عمليات البنيان المرصوص العميد بشير القاضي إن قوات البنيان لم تتلقى أي دعم مادي أو لوجستي أو معنوي من المجلس الرئاسي المقترح. القاضي في تصريح خاص للتناصح أضاف أنه حتى المتعهد بتموين القوات لم يقم الرئاسي المقترح بتسديد مستحقاته، رغم أنهم قاموا بمراسلة الرئاسي المقترح بالخصوص ولكن الأخير لم يتجاوب. وأكد العميد بشير القاضي في تصريحه للتناصح أن شباب ملحمة البنيان المرصوص لا هم لهم إلا الوطن ولن يتخلوا عن مدينة سرت التي قدموا فيها الشهداء من أجل تحريرها وفق قوله.
وأضاف آمر غرفة عمليات البنيان المرصوص العميد بشير القاضي في تصريحه للتناصح أن قواتهم رفعت درجة الاستعداد داخل مدينة سرت، وأكد القاضي أنهم يرصدون كل تحركات عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في المناطق المحيطة بالمدينة، وأنهم ملتزمون باختصاص غرفة البنيان المرصوص والمتمثل في تأمين المنطقة الممتدة من مدينة مصراتة إلى مدينة سرت وفق قوله. قال المتحدث باسم قوة تأمين مدينة سرت طه حديد إن عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة انسحبوا نحو الأودية الخاضعة لسيطرة ميليشيات الكرامة. حديد وفي تصريح له ذكر أن عناصر التنظيم انتقلوا إلى المناطق الصحراوية القريبة من حقل المبروك النفطي والخاضع لسيطرة ميليشيات الكرامة، مضيفا أنهم سيطروا في أول أيام عيد الأضحى على منطقة أم الخنفس. في ظل التحذيرات المحلية والدولية من إعادة انتشار ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا من جديد، هو التنظيم يعلن سيطرته على منطقة الوادي الأحمر وسط انتقادات لاذعة للرئاسي المقترح إزاء ممارساته تجاه قوات البنيان المرصوص. بعد فراره من مدينة درنا وبنغازي وانهزامه في مدينة سر، تنظيم الدولة في ليبيا يظهر من جديد ليعلن سيطرته على منطقة الوادي الحمر وسط ليبيا. فبعد نجاح عملية البنيان المرصوص وانهزام تنظيم الدولة في سرت وما حولها وفرار ما تبقى منهم إلى الصحراء، استطاع التنظيم أن يلملم شتاته وينظم صفوفه ليعيد محاولة الانتشار كما فعل في السابق. وسبق لملمة شتات التنظيم تحذيرات محلية ودولية من إعادة سيطرته على بعض المناطق وانتقادات واسعة للمجلس الرئاسي المقترح الذي ترك قوات البنيان المرصوص تواجه المصير المحتوم لوحدها. ويرى مراقبون أن انتشار تنظيم الدولة في مناطق وسط البلاد وجنوبها كان بعلم وتخطيط ميليشيات ما يعرف بعملية الكرامة، التي كانت قد سمحت للتنظيم في السابق الخروج من درنا وبنغازي على مرأى ومسمع قواته البرية والجوية. ومع تراجع الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة في كل من العراق وسوريا، تبدو الملاذات المحتملة لعناصر التنظيم ضئيلة، وتأتي في مقدمتها ليبيا وحزامها الجنوبي. وإذا كان تمدد التنظيم عبر الشريط الساحلي محكوما بموانع وعقبات ذاتية وموضوعية خطيرة، فإن الطريق إلى الجنوب الليبي تبدو أقل خطورة مع انتشار تجارة المخدرات والأسلحة والبشر التي من المحتمل أن يستولي عناصره على الجزء الأكبر منه، لتبقى هذه البقعة ملاذا آمنا وجديدا لحين إحلال استقرار غاب عن المنطقة لفترات طويلة. في شأن آخر، أفادت مصادر إعلامية أن اجتماعاً قد عقد الخميس الماضي لمجموعة من أعيان قبيلة العبيدات للتشاور حول إصدار بيان لرفض حملة تفويض مجرم الحرب حفتر. المصادر أضافت أن الاجتماع الذي عقد في ضواحي منطقة القبة غرب مدينة درنا دعا إليه مجموعة من أعيان قبائل المرابطين والحرابة التي تقطن في شرق ليبيا، وذكرت أن مؤيدين لمجرم الحرب حفتر من بعض أعيان قبيلة العبيدات أفشلوا الاجتماع وعلى رأسهم عطية بوشولاك. وكانت قبيلة العبيدات قد أمهلت مجرم الحرب حفتر مدة محددة للإفصاح عن مصير 9 من أبنائها مختطفين في منطقة تميمي غرب مدينة طبرق. القبيلة وعلى لسان أحد أعيانها اتهم قيادات من سماه بالجيش مسؤولية اختفاء أبنائها، مضيفا أن المعلومات الموجودة لديهم تؤكد قيام مجموعة مسلحة بقيادة المدعو أحمد غرور باقتيادهم إلى الرجمة قبل مقتله بأشهر.
رفض أفراد أو أفراد من قبيلة العواجير القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي المقترح، داعين باقي أبناء القبيلة إلى عدم التعامل مع الأجسام التي وصفوها بغير الشرعية. وقال أفراد القبيلة في بيان صدر عنهم مساء الأحد إن قرار المجلس الرئاسي المقترح أو قراراته تحمل أجندات خارجية تمس بسيادة الوطن وفق وصفهم. واستنكر أفراد قبيلة العواجير محاولة البعض شق الصف ونشر الفتنة، مطالبين بضرورة الالتفاف حول البرلمان المنحل كممثل وحيد لهم وفق قولهم. نقلت مصادر إعلامية عن وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة فرج قعيم قوله إنه سيعمل من داخل مدينة بنغازي ولن يسمح لمجرم الحرب حفتر من أن يمنعه حسب قوله. المصادر ذكرت أن قعيم نفى ما يتداول حول اجتماع لقبيلة العواجير في منطقة سلوب، موضحا أن من سيجتمع لا يمثل القبيلة، مضيفا أن من سيحضر الاجتماع هم عضو الرئاسي المقاطع علي القطراني وعميد بلدية بنغازي المعين من قبل الحاكم العسكري عبد الرحمن العبار. اعتبر عضو ما يعرف بمجلس الدولة بالقاسم قزيط أن البيان الذي أصدره أعضاء المجلس الرئاسي المقترح فتحي المجبري وعلي القطراني وعمر الأسود يعبر عن تصدع خطير في المجلس الرئاسي وفق تعبيره. قزيط في تصريح صحفي قال إن بعض القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي المقترح غير مفهومة الدوافع في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى قرار رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج بتعيين عبد الرحمن الطوير رئيسا مؤقتا للأركان العامة والذي أصدره الخميس الماضي. هذا واستقبل مجرم الحرب حفتر الاثنين بمنطقة الرجمة في بنغازي نائب رئيس المجلس الرئاسي المقترح فتحي المجبري عفوا. وبحسب المكتب الإعلامي التابع لمجرم الحرب حفتر فقد حضر اللقاء رئيس أركانه والحاكم العسكري المعين من قبل البرلمان المنحل عبد الرازق الناظوري. ولم يفصح المكتب الإعلامي لمجرم الحرب حفتر أي معلومات حول ما دار في اجتماعه الأخير مع فتح المجبري. جددت فرنسا التزامها بالعمل من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية من خلال التواصل مع مختلف الفرقاء السياسيين. جاء ذلك على لسان وزير خارجيتها جون لودريان في المؤتمر الصحفي الذي عقده الاثنين مع محمد سيالة وزير خارجية الحكومة المقترحة. لودريان خلال المؤتمر الصحفي أضاف أن بلاده من أوائل الدول التي تدعو للاستقرار في ليبيا لما فيه من مصلحة لفرنسا والدول المجاورة لليبيا، في ضوء لقاء فرنسا الذي نص على حل الأزمة الليبية بتعديل اتفاق الصخيرات وصولا لإجراء انتخابات عامة تفرز أجساما لقيادة البلاد وفق قوله. وكان وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان قد وصل الاثنين لمدينة مصرات ضمن زيارته التي يجريها حاليا لليبيا، حيث التقى عددا من السياسيين والعسكريين. وأوضح عضو ما يعرف بمجلس الدولة أبو القاسم قزيط أن الوزير الفرنسي التقى لدى وصوله مصرات أعضاء ما يسمى التجمع السياسي للمدينة والمجلس البلدي، حيث أكد لهم أن زيارته جاءت تلبية لتكليف من الرئيس الفرنسي ولأجل بلورة حل للعملية السياسية المتأزمة في ليبيا حسب وصفه. كما التقى لودريان أمير المنطقة العسكرية الوسطى العميد محمد الحداد وبعض العسكريين في مدينة مصراتة.
جدد رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني الدعوة لتخصيص 6 مليارات يورو لوقف تدفقات الهجرة غير النظامية عبر الممر الليبي، مقترحا إنشاء مراكز للمهاجرين في جنوب ليبيا وفي النيجر وتشاد تديرها الأمم المتحدة. وأوضح رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي وهو أيضا القيادي في حزب فورتسا إيطاليا المعارض بزعامة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني أن 6 مليارات وهي نفس الرقم الذي تم التعهد به في اتفاق الهجرة المبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي لطريق البلقان يتعين التعهد بها بشأن الممر الليبي. قالت السلطات الليبية إن أكثر من 46 ألف مهاجر غير نظامي وصلوا هذا العام إلى السواحل الإيطالية انطلاقا من سواحل ليبيا. وأشار مدير الإدارة العامة لأمن السواحل ورئيس غرفة العمليات الليبية الإيطالية المشتركة العقيد طارق شنبور أن خفر السواحل الليبي أنقذ هذا العام 16 ألف مهاجر أودعوا في مراكز الإيواء. وأضاف شنبور خلال اجتماع عقدته اللجنة الليبية الإيطالية في العاصمة طرابلس إلى أن عمليات الإنقاذ والإيواء تكلف الخزانة الليبية أكثر من 30 مليون دينار سنويا. مشاهدينا، هذه النشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل. مؤسسات المجتمع المدني في مدينة درنا تقيم مهرجان درنا الزاهرة. Mm-hmm.
أهلا بكم مرة أخرى. أكد مصدر من مدينة زليتن فتح الطريق الساحلي الرابط بين زليتن ومصراتة في منطقة الدفنية. المصدر أكد للتناصح أن الطريق تم افتتاحه في الاتجاهين وأن حركة مرور المواطنين تسير بشكل طبيعي، وذلك بعد أسبوع على إغلاق الطريق على خلفية اختطاف أحد المواطنين من المدينة لمقايضته ببعض المساجين لدى الأجهزة الأمنية بمدينة زليتن. نفى المجلس البلدي ترهون الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول هجوم قوات تابعة للمدينة على العاصمة طرابلس. وأكد المجلس البلدي ترهون عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن كل ما ينشر هو لتشويه المدينة وسمعتها في قيادة مشروع المصالحة الوطنية الشاملة على حد قولها. وأكد البيان على أن مدينة ترهونة لن تساهم في إراقة قطرة دم واحدة في طرابلس، مضيفا أن ترهونة ومجالسها تدعو إلى بناء دولة المؤسسات والقانون حسب نص البيان. أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن ساعات طرح الأحمال اليوم الاثنين تتراوح ما بين 4 إلى 5 ساعات، داعية المواطنين إلى التوفير في استهلاك الطاقة. وكشفت شركة الكهرباء عبر نشرة طرح الأحمال اليومية أن التوليد المتاح للشبكة العامة اليوم الاثنين يقدر ب 5100 ميجاوات، وأن الحمل المتوقع على الشبكة يقدر ب 6100 ميجاوات، مبينة أن العجز المتوقع يقدر ب 1000 ميجاوات. دعا مكتب الإعلام بوزارة التعليم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة غدا الثلاثاء لحضور وتغطية مراسم اعتماد وإعلان نتائج امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي والشهادة الثانوية للعام الدراسي 2016-2017. ويعتمد النتيجة وزير التعليم المفوض بالرئاسي المقترح عثمان عبد الجليل بحضور وكلاء الوزارة وعدد من المسؤولين ومراقبات التعليم بالبلديات على تمام الساعة 1 ظهرا بصالة الاجتماعات الرئيسية بفندق باب البحر في طرابلس، وفقا لصفحة وزارة التعليم بموقع فيسبوك. نظم فريق الهلال الأحمر بمدينة درنا سباق اختراق الضاحية، شارك فيه أكثر من 300 متسابق. وبدأت جولة السباق من المحطة البخارية بالمدخل الغربي للمدينة وحتى مستشفى الهريش وسط درنا. وشارك مكتب النشاط المدرسي في تنظيم وتحكيم المسابقة، فيما شاركت مؤسسات خاصة بتقديم الجوائز للفائزين، كما وزعت على المشاركين هدايا وشهادات المشاركة. وتعد هذه التظاهرة الرياضية هي الثانية من نوعها، حيث سبق وأن أطلق ناشطون ماراثون درنا السلام خلال العام الماضي. إرهاق، لكن يعني العزيمة والإرادة هذه هي اللي خلتنا نكمل عند نهاية السباق. معنا ما فيش النادي ولا حاجة، بس تدريبات مجهودات شخصية. العزيمة هي اللي خلت أني ما فيش الإصرار أن تكمل عند النهاية. في درنا أيضا انطلق بالمدينة الأحد ثالث أيام عيد الأضحى مهرجان درنا الزاهرة، والذي يتواصل لمدة 2 يوم، وخصص اليوم الأول من المهرجان للأطفال والعائلات، حيث أقامت اللجنة المشرفة على المهرجان مسابقات ترفيهية للأطفال ومسابقات ثقافية منوعة. كما قامت الجمعيات الأهلية المشاركة في المهرجان بتنظيم سلسلة من الألعاب للأطفال ووزعت الهدايا. ويستمر المهرجان في يومه الثاني، حيث ستقام أمسية شعرية ويشارك الشباب الحاضرين للمهرجان في مسابقة الزي الشعبي
وسينال الفائز على جائزة قيمة بحسب اللجنة المنظمة. ويهدف هذا المهرجان بحسب القائمين عليه إلى إخراج الأطفال وأهالي مدينة درنا من ضيق الحصار وما ترتب عليه من آثار نفسية واجتماعية. والعائلات، وكل عام وأنتم بخير وينعاد عليكم بالصحة والعافية. اليوم ثالث يوم في العيد، واليوم قاعدين وجو سالك، قاعدين في الملاهي طفل درنا. اليوم كل شباب درنا يكونوا بخير، وكل عام وانتم بخير. اليوم إن شاء الله نديروا احتفال في جميع درنا، ولكن كل عام وانتم بخير. احتفلوا في حديقة الأطفال، أجمل عيد أطفال يا حلوين. كل سنة وأنتم طيبين، هذا جو دارنا، الأطفال فرحانين. قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أحمد العليقي إن مكتب المنظمة في ليبيا قدم 4000 جرعة من لقاحات مكافحة العقرب إلى ليبيا. وأشار العليقي إلى أن هذه اللقاحات الأساسية المنقذة للحياة جاءت استجابة لنداء وزارة الصحة الليبية والاحتياجات الملحة في جنوب ليبيا لمنع الوفاة المتعلقة بلسعات العقارب. وفي غياب هذا العلاج خلال شهرين الماضيين سجلت وفيات قليلة في جنوب ليبيا بما في ذلك الأطفال بسبب سم العقارب الصحراوية. كرمت المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية الباحث الليبي نجيب مسعود لحصوله على جائزة القلادة الذهبية وشهادة التميز بمجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى المنطقة العربية. الباحث الليبي مسعود تم تكريمه ضمن فعاليات الملتقى الإقليمي لأفضل الممارسات المجتمعية على مستوى المنطقة العربية بدورتها 12 في نهاية أغسطس الماضي، والتي أقيمت بشرم الشيخ المصرية، وذلك عن تجربة النموذج المطور لنموذج الهرم الدولي للمسؤولية الاجتماعية للشركات التي لاقت استحسانا كبيرا محليا وإقليميا ودوليا. يذكر أن الباحث الليبي نجيب مسعود تحصل على جائزة القلادة الذهبية وشهادة التميز بمجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى المنطقة العربية من قبل جامعة العقبة للتكنولوجيا. قام جيش ميانمار البوذي منذ صبيحة عيد الأضحى المبارك بسلسلة مجازر بحق أقلية الروهينجيا المسلمة من المدنيين العزل. وأفاد مراسلون أن جنودا مظليين تم إنزالهم بواسطة مروحيات الجيش الميانماري في قرية أونغ إلى وسط القرية، فيما تحاصر وحدات أخرى للجيش محيط القرية، ما أسفر عن إحراق عشرات البيوت وقتل الشباب والرجال وكبار السن وإخراج الأطفال والنساء عنوة، فيما دعا ناشطون الدول الإسلامية والمنظمات الإنسانية والإعلامية إلى التدخل الفوري لتقديم العون الإنساني للمهجرين وقد أصبحوا دون مأوى. دعا محافظ دولة الكويت في أوبك هيثم الغيص ليبيا ونيجيريا لاجتماع اللجنة الوزارية المقبلة يوم 22 من الشهر الجاري. الغيص في تصريح له على صحيفة الراي الكويتية الأحد قال إن دعوة ليبيا ونيجيريا تأتي في إطار التشاور معهم والتعرف على خططهم وتصوراتهما للتعامل مع هذه الرؤى في حالات الزيادة والخفض في الإنتاج، إضافة إلى التأقلم مع أي متغيرات للتعامل معها خلال الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك في نوفمبر المقبل حسب قوله. أعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز الأحد خروج شاحنات الوقود منذ الصباح
إلى أغلب محطات مدينة طرابلس، مؤكدة عدم وجود نقص في الوقود بحسب الصفحة الرسمية للجنة. الإدارة العامة للمناطق الغربية والجنوبية بشركة البريغا لتسويق النفط أكدت على صفحتها الرسمية بأن ما تم توزيعه لمحطات الوقود التابعة لشركات التوزيع من وقود البنزين من مستودع طرابلس النفطي وميناء طرابلس البحري عبر الناقلة بلغت 4 مليون لتر، مشيرة إلى استمرار ضخ وقود البنزين من مستودع الزاوية عبر خط 16 بوصة، مؤكدة عدم وجود أي مبرر للازدحام أمام محطات الوقود. قال مدير عام الإدارة العامة للمناطق الغربية والجنوبية بشركة البريغا لتسويق النفط إنه تم الأحد توزيع 6 مليون لتر من وقود البنزين على المحطات التابعة لشركات التوزيع من مستودع طرابلس النفطي. كان بيان لشركة البريغا قد أشار إلى أن ضخ الوقود مستمر من مستودع الزاوية عبر الخط الرابط بين محطة الزاوية ومستودع طرابلس، كما طمأنت الشركة المواطنين بأن وقود البنزين متوفر وبقدر كاف. أكدت مصادر مطلعة استئناف العمل في حقل الفيل بعد إغلاقه لأكثر من أسبوع إثر اقتحام مجموعة مسلحة له وقيامها بإغلاق غرف التحكم في خطوط الأنابيب مما أدى إلى وقف الإنتاج. يذكر أن مسلحين قاموا الأسبوع الماضي بإغلاق صمامات في خط الأنابيب الواصل بين حقلي الشرارة والفيل ما تسبب في إغلاق الحقلين وتوقف الإنتاج منهما، وقد تكرر ذلك عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة لصمام الرابط بين حقلي الشرارة وميناء الزاوية. والجدير بالذكر أن إنتاج الحقلين يمثل معا نحو 40% من إجمالي إنتاج ليبيا من النفط. كشف مصرف ليبيا المركزي عن توزيع المصارف التجارية أكثر من مليار دولار على أرباب الأسر من خلال منظومة النقد الأجنبي حتى 28 من أغسطس الماضي. وكان المصرف المركزي قد أطلق في 12 فبراير الماضي عملية لبيع العملة الأجنبية للمواطنين بسعر الصرف الرسمي، وذلك بواقع 400 دولار لكل فرد من أفراد الأسرة في إطار اختصاصات وصلاحيات المصرف وحرصا على تحري تطبيق القانون في الحصول على النقد الأجنبي. ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها بمقدار 1% في نحو عام الاثنين بعد أن أجرت كوريا الشمالية أحدث وأقوى اختبار نووي، مما دفع المستثمرين إلى الإقبال على الأصول التي تنطوي على ملاذ آمن. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بما يزيد قليلا عن 1% إلى 1338.36 دولارا للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أواخر سبتمبر عند مستوى 1339 دولارا للأوقية. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 1% إلى 1344 دولارا للأوقية. نتابع معكم الآن أسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي لهذا اليوم. إلى أبرز الأنباء.
في ظل استمرار حصار درنا لأكثر من شهر، ميليشيات الكرامة تواصل إغلاقها معبر كرسى غربي المدينة. بعد رصد تحركات لتنظيم الدولة جنوب سرت، البنيان المرصوص تؤكد تلقي التنظيم دعما داخليا وخارجيا. انقسامات داخل قبيلتي العواقير والعبيدات بين مؤيد لمجرم الحرب حفتر ورافض له. وتابعتم أيضا في مدينة درنا، مؤسسات المجتمع المدني تقيم مهرجان درنا الزاهرة. ختام هذه النشرة، السلام عليكم.